كما ترون إخوان، يعني حصلنا على لاعب إيبيك بوستر، لاعب البايرن ميونخ معنا إخوان في مقطعين هذا إخوان. وكما ترون في عنوان الفيديو جبت لكم أفضل وأقوى ثغرة لحصولكم على لاعب إيبيك بوستر من باكج الإيبيك بوستر المجاني. يعني يا إخوان يعني كل حساب ويعني اللفات التي سوف يحصل عليها، أكتب لي في التعليقات كم من لفة حصلت على هذا الباكج. لدي 6 لفات، سوف أجرب معكم أول لفة إن شاء الله، ولما لا يكون من نصيبنا لاعب إيبيك بوستر. المهم يا إخوان سوف ننتقل، أو كذلك يعني النسخ هايلايت إذا حصلتم على نسخة لرودري، أو هناك نسخ رهيبة بمعنى الكلمة. فاعلم يا أخي كريم أنك حصلت على أفضل نسخ هذا الباكج. أول خطوة سوف نقوم بالدخول عند الحارس مرة واحدة، نفس عند اللاعب ديكسون، ثم سوف ننتقل عند اللاعب أو لاعب بايرن ميونخ مرة واحدة هكذا، والإطلاع على إحصائيته هكذا. ثم يا إخوان سوف ننتقل عند إيروين مرة واحدة، مرتين عند لاعب إف سي بارسلون، بيتيت مرة واحدة، نفس عند غوتي، ثم مرتين إخوان عند ديفيد، ثم مرة واحدة عند باريسي كما ترون، يعني يعتبر من أفضل مدافعين داخل اللعبة. ثم إخوان مرتين عند فان نيستلروخ، ثم مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف باللفة المجانية لهذا اليوم. كما ترون إخوان يعني حصلنا على لاعب إيبيك بوستر، لاعب البايرن ميونخ معنا إخوان. كما ترون حصلنا على كلاوديو تيزارو،